هذا متحف ومصنع الكاكاو. طبعا هو مصنع اسمه بليت، بنفس الوقت وفي متحف اللي هو كل التماثيل والقصور والشخصيات كلها من كاكاو مصنوعة. هذا أكواريوم إسطنبول، طبعاً إنه هو أكبر أكواريوم في الشرق الأوسط وتقريباً من الأكبر على على مستوى العالم. طبعاً في أنواع غريبة من من السمك النادر، وفي طبعا اكيد مثل مجسمات وخرائط قديمه منوع، بس من اكبر الاكواريوم على اكبر واحد على مستوى الشرق الاوسط ومن الاكبر على العالم. طبعا في اللي يسمونه سمك المهرج،
انا ما اعرفه صراحه، بس يقول نوع نادر جدا جدا مو موجود يعني في الاماكن القريبه. طبعا يحتوي هذا الاكواريوم على سمك من البحر الاسود والبطاط من انواع البحار اكثر من نوعين. هذا قرش نوع كبير طبعا من قرش البطاريق هني هذا مسجد آيا صوفيا. طبعا توه تحول المسجد، وفي التاريخ كان انبنى من نفس هذا المكان تاريخيا ثلاث كنائس. الأولى وتقريبا بنت في 360 ميلادي وانهدمت الحريق، والثانية تقريبا بنت في 415 وهم انهدمت الحريق اللي هو مجمع نيقية مسيحي معروفة قصته. طبعا احترق في 532 تم إنشاء مرة ثانية في 537. طبعا مثل ما قلنا المسجد أو الكنيسة الأولى بنت باسم قسطنطين الثاني، كانت تسمى الكنيسة الكبرى، والثانية بناها ثيوسيوس الثاني، وهم الاثنين كانوا يعني كنائس بيزنطية أرثوذكسية مسيحية طبعا. وبعد ذلك بعد ما انهدمت الثانية بنيت الثالثة اللي هي آيا صوفيا بهذا الاسم.
1537 تم افتتاحها. وطبعا التاريخ الديني لهذا المكان تاريخ كبير، مثلا في طبعا في 1204 تم احتلالها من الفرنجة المسيحيين اللي هم الكاثوليك، تم تحويلها الى كاتدرائية كاثوليكية تحت سلطة الامبراطورية اللاتينية. طبعا وفي 1261 تردد الدولة البيزنطية لهذا والكاتدرائية وحولتها الى كاتدرائية مرة ثانية ارثوذكسية. وطبعا كانت من بنائها 537 تقريبا 1000 سنة، لمدة 1000 سنة كانت هي أكبر كاتدرائية إلى بناء كاتدرائية أشبيلة في 1520. وكان يعتبر هذا المبنى في بدايته أكبر مبنى في تاريخ، يعني في تاريخ التاريخ في وقته. طبعا وفي 1453 افتتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية وهي عاصمة الدولة البيزنطية، تم تحويلها إلى اسطنبول أو اسطنبول في الوقت الحالي، وحول هذا حول الكاتدرائية إلى مسجد. طبعا بعد ما تم تحويلها من 1453 تقريبا إلى 1931 كانت استمرت إلى مسجد. تقريبا في 1931 أتاترك أغلق المسجد لوقت محدد يعني. وفي 1935 تم تحويله بشكل رسمي لهذا المسجد إلى متحف ألماني. وقبل أسابيع تقريبا في شهر 7 رئيس رجب طيب أردوغان حول هذا المتحف إلى مسجد آية صوفيا.